الناس دي تعبانة معاهم قوي قوي قوي، لله في الله كده، ومن غير ما نعمل أي حاجة ولا يكون في بيننا وبينهم حاجة حتى، نلاقيهم بيتجاهلونا، نيجي نكلمهم ممكن يردوا علينا بقرف، شايفيننا في الطريق ومعديين ولا كأنهم شايفيننا. ما تفهمونا يا جماعة في ايه، احنا عملنا ايه، ليه انتوا بتتجاهلونا بالشكل ده، ما تيجوا نفهم في ايه. أنا بأجمل ناس في الدنيا عيلتي وأصدقائي، وحشتوني جدا. يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش لسه في القناة يشترك في قناة محمد أبو زيد عشان الإشعار يوصل لما ننزل حلقة، ونفضل متواصلين مع بعض، ودوسوا كمان لايك رجاء طلب المعتاد عشان نوصل الحلقة لكل أصدقائنا ويتجمعوا. واكتبوا لي آراءكم، ما انتم أذكياء جدا، وأنا كمان بقرأ كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم من خلالها. تتوقعوا مين الستة أبراج اللي معانا في حلقة النهاردة من السادس، ولا سيما من المركز الأول؟ الأبراج دي حرفيا إذا تجاهلتنا وتعمدت وبشكل أوفر، ده ملوش غير تفسير واحد بس، إن الأبراج دي بتحبنا قوي، بنسبة كبيرة قوي بتحبنا قوي. وهنفهم الكلام ده قوي وإحنا بنتكلم عن برج برج. هنبتدي دلوقتي بالمركز السادس. أنا عايز أقول حاجة، صفحة الفيسبوك عندي يا جماعة عشان اللي بيبعت لي واللي بيخش ممكن ما تظهرلوش، فيها مشاكل شوية، خلوني بس أنا بتواصل مع إدارة الفيسبوك بفهم منهم إيه المشكلة. وأعتقد ده خطأ مني أنا في البداية اللي ممكن أكون ما خدتش بالي منه، أوعدكم هخلي بالي منه. وإذا ما عرفتش إن أنا أرجع صفحتنا تاني، هنعمل واحدة جديدة وهقول لكم كمان على اسمها، فما تقلقوش، الموضوع وقتي مش أكتر يعني. في المركز السادس، هي مش الأنثى بس اللي بتنكسف عامة أو بتحرج، هو الرجل كمان بينكسف وبيحرج، ولذلك رغم مشاعره الكبيرة قوي ممكن أنت حتى ما تحسش منه بالمشاعر دي، بالذات لو ما فيش تعامل بينك وبينه. وعلشان البرج ده من الأبراج اللي ما بتحبش يبان عليها وممكن تنكسف، ولا سيما لو كانت أنثى، وتتحرج قوي لو ظهر عليها حاجة، ولا سيما وهي مش متأكدة من مشاعرك، فممكن لما يحس ان انت مهم قوي بالنسبه له يبدا يتجاهلك. الكلام اكيد عن برج السرطان المائي. برج السرطان المائي من احد الاساليب البارزه والمحببه ليه، ان كل ما يحب حد قوي وارد قوي ان هو يتجاهله. لو انت في حياتك حد سرطان رجل او امراه بيعمل معاك كده، لله في الله لله في الله، يبقى تاكد ان بنسبه كبيره قوي ان في حاجه في قلبه تجاهك. أعلى منه مركز واحد ومن أحد أسياد وزعماء التجاهل بطبعه، يعني بياكل تجاهل وبيشرب تجاهل وبينام تجاهل وبيقوم على التجاهل، هو برج الدلو الهوائي. اللي خلي برج الدلو الهوائي التجاهل بتاعه صعب، إن أحيانا بيبقى مصحوب بلا مبالاة، بلا مبالاة شديدة أوي. برج الدلو ممكن يعمل كده، ممكن يعمل كده، ولكن برج الدلو الوضع مختلف شوية. هو الدلو مش من الأبراج الخجولة أوي مقارنة ببرج السرطان، ولكن برج الدلو لو ما حسش منك في البداية بالمستوى اللي هو عايزه أو المطلوب من الاهتمام، لازم يلجأ للتطنيش ولازم يلجأ للتجاهل. دي من السياسات اللي تدل إن هو أيضا عايز يستميلك أو عايز يعرفك، ما تمشيش معايا بالسياسة دي عشان إحنا كمان بنعرف نعمل كده. أضف على ذلك إن البرج ده المشاعر ما بتتعبوش قوي مقارنة ببقية الأبراج، ملهاش كلمة كبيرة قوي المشاعر عند برج الدلو، عشان كده يقدر إن هو التجاهل بتاعه يكون شديد قوي، إن هو يحسسك إنك أنت ولا حاجة ومفيش أي مشاعر إطلاقا، حتى لو أنت حاسس بمشاعر يديك الرياكشن اللي هو عايزه. أعلى منه مركز واحد. في المركز الثالث، حد توقعه؟ برج العذراء أيضا واحد من زعماء التجاهل ومن أعتى الأبراج تمرسا فيه. والعذراء من الأبراج اللي بتحب على فكرة إن هي تتجاهل أوي حتى لو في العلاقة، يعني لو إحنا مرتبطين بحد برج عذراء ممكن تلاقيه بيتجاهلك. تجاهل برج العذراء ممكن يكون هو زعلان منك، أو ممكن يكون حاسس إن أنت بتتجاهله أصلا، ولكن إحنا بنتكلم في حلقة النهاردة لو مفيش تعامل بينك وبينه، أو بالأحرى مفيش اعتراف رسمي بالحب بينك وبينه. العذراء لو بيتجاهل قوي قوي زيادة عن اللزوم ومن غير أي أسباب، اقف قدامه كده وبص في عينيه وقول له طلع اللي جواك، انت بتحبني وانجز بقى. والغريبة ان انت ممكن تلاقي برج العذراء يقول لك احساسك
غلط. العذراء من الابراج الخجوله والابراج اللي بتنكسف واللي ايضا ما بتحبش يبان عليها، تشارك برج السرطان في نفس الطبيعه في الحلقه بتاعت النهارده. ونستمر في التنقل بين زعماء التجاهل عشان نصعد للمركز الثالث ونلاقي واحد من اخطر الابراج حرفيا في الموضوع ده، الا وهو برج العقرب المائي، رجل او امراه. العقرب من الابراج اللي حرفيا تتلذذ بحاجة زي كده، تتلذذ بعذابك. العقرب هيعمل في التجاهل معاك سياسة مختلفة شوية يمكن عن كل الأبراج اللي معانا في حلقة النهاردة، إن هو هيديك إيحاء إن هو بيحبك قوي ويقرب منك ويهتم بيك قوي، وفي نفس الوقت وفي لحظة للحظة كده وبدون أي مقدمات وأي سبب تلاقيه متجاهلك ولا كأنك موجود، عبارة عن شوية هوا. فتبدأ ان انت تسأل الأسئلة المتعبة قوي على اي حد فينا والمحيرة قوي، ايه انت، ايه انت، مش مفهوم ليه، انت عايزني ولا ما انتش عايزني، انت ايه مشاعرك تجاهي. والعقرب مبسوط بكده وعارف ان ده بيدور في ذهنك، ودي سياسة برج العقرب. شوق ولا تدوق، حير دايما. هو برج متعب في الاساليب دي، والاساليب دي محببة لكتير قوي على فكرة، ان هو ما بيمشيش معاك على نمط واحد. اعلى منه في المركز الثاني برج الطور، واحد من زعماء التجاهل اللي قبل الامبراطور اللي بيتصدر التصنيف هنعرفه دلوقتي لو حد يتوقعه كده بذكائه يكتبه. برج الطور من الابراج الكتومة لما بعد الكتمان. عارفين يعني ايه كتومة؟ ده مش كتومة في العاطفة بس، ده كتومة تقريبا في كل جوانب الحياة. وبالطبيعي مدام برج صفاته كده، اذا لما يحب ويحب قوي مش هيبقى عايز يبين، ومدام هو مش عايز يبين ما تستبعدش ابدا ان انت تلاقي تجاهل قاتل من البرج ده، رجل او امرأة. اما متصدر الترتيب امبراطور التجاهل الاول وزعيمه الاول وبلا منازع او بلا منافس هو برج الجدي الترابي، رجل او امرأة. احسن ما يجيد في فن التجاهل واكثر من يفهم في فن التجاهل واقدر من يقدر ان يتعامل بتلك السياسة الفتاك. برج الجدي الترابي واحد من اعتى الابراج اللي ممكن تتعامل بتجاهل مؤذي للنفس. تجاهل برج الجدي بيكون عنيف جدا على نفسية الاشخاص اللي بتتعامل مع الجدي. الكبرياء بتاعه عدى المرحلة الاوفر. عارفين الاوفر؟ في صفات كده في بعض الابراج بتلاقيها بشكل اوفر، فالجدي عنده صفة الكبرياء دي بشكل اوفر زيادة عن اللزوم، والعند بشكل اوفر زيادة عن اللزوم، وما يحبش ايضا ان هو يبان عليه، وعنده حتة تناكة وحتة غرور شوية. برج الجدي رجل وامرأة. ومن هذا المنطلق ومن تلك الفلسفة برج الجدي بيتبعها في احيان كتير قوي، بالذات مع الاشخاص اللي تهم. لو عملت اي موقف انت ما انتش واخد بالك منه سخيف او مش عاجب برج الجد، فانتظر العقاب الاول والمحبب لمواليد الابراج ده هو برج الجد. وعلى فكرة كل ما الجد يتجاهلك قوي قوي ويتعمد في ذلك، صدقني كل ما تكون انت مهم بالنسبة له قوي. اكتبوا لي ارائكم، واللي نسي يدعم الحلقة بلايك يا ريت يدعمها بلايك. بحبكم جدا، هتوحشوني. الى اللقاء في الحلقة القادمة.